بسم الله الرحمن الرحيم. أني المواطن العراقي علي كريم عبد. بال 2009 إذا جيت الدكتور صبيه لأنه دكتور مشهور جدا ومعروف، وإحنا جبنا عليه حوالي 20 واحد، فعملياته ناجحة جدا، وبأنه دكتور مضبوط بالعمود الفقري جدا، وبواسطة الأستاذ صبري السودان المترجم المشهور عندنا هنا في حيدر آباد. دكتور صبيه دكتور راغب جدا، والحمد لله والشكر على علمه وشكرا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الساعدي من بغداد العراق. بعد المعاناة الطويلة من شغلات الفقرات العنقية، وراجعت أكثر من دكتور في أكثر من دولة، وما يعني ما شفت فد نتيجة سريعة، ولكن نسيبي عندي علي كريم من سامرة كان مسوي عملية بال 2009، فالحمد لله العملية مالته رغم القدم قبل 13 سنة لكن جابت نتائج كلش جيدة، وبعدين تحسن وضعه إلى أحسن ما يكون، وحتى قام يعمل ويشتغل بكل أريحية وأخذ راحته بالعمل. بعد ما شفته أني هو مرتاح ونتائج العملية زينة، قال لي أبو أحمد أكو دكتور صبيه معروف ده بحيدر آباد، دكتور جدا راقي، اختصاصه بروفيسور بالفقرات السلسلة الفقرية. بواسطة الأخ صبري السوداني الحمد لله تعرفنا على دكتور صبيه وجابنا وراجعنا يمه، والعملية ما كنت صراحة أتوقع هذا النتائج السريعة، والحمد لله بعد أن عانيت معاناة طويلة هواية أكثر من 5 سنوات أنا عاني، لكن لما جيت لأن دكتور صبيه دلل لي كل الصعوبات وكنت أصورها فد شيء يعني عظيم، ولكن الحمد لله فضل الله فضل دكتور صبيه الحمد لله. أنا هسه اليوم يعني ثالث يوم من العملية، وهذا وضع صحي جدا ممتاز، وأنا أشكر دكتور صبيه البروفيسور الاختصاص بالسلسلة الفقرية، كما أشكر كادر المستشفى مستشفى كير هوسبيتال يعني هو اسمه كير حيدر آباد، أشكر كل الموظفين، والله أنا ما كنت أتوقع هاي الخدمة اللي شفتها من الموظفين، الخدمات جدا راقية، الموظفات كلهم راقيين، الممرضين يعني أقول يعني أكاد يعني يمكن أقول يعني أنا خجول منهم، خجول لخدمتهم الطيبة. زين، والحمد لله على كل حال، ونشكر الأخ للمرة الأخيرة لأن هو الأخ الفاضل الطيب اللي يدللنا كل الصعوبات، الأخ صبري السوداني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.